هذه المسيرة خرجنا فيها لأجل التضامن مع المعتقلين، لأن المغرب كله أصبح سجنا كبيرا، فالمواطن يفتقد حريته. هناك السجون الصغيرة التي حشر فيها هؤلاء الشباب، وهناك السجن الكبير الذي نعيش فيه جميعا، فلا بد من أن يخرج الشعب مطالبا بحريته، مطالبا بحقوقه، مطالبا بكرامته، مطالبا بالعدالة الاجتماعية، حتى يعيش، حتى يسترد حريته ويعيش كرامته ويصبح حرا طليقا من كل قيود التي تمنعه من حقوقه وتمنعه من حق التعبير. نحن في هذه المسيرة. هناك كثير من الحافلات وكثير من السيارات وكثير من القطارات منعت من الوصول الى هذه المحطة. المسيرة اليوم هي استمرار الوقوف ديال القيادات الديمقراطية والتقدمية والشعب المغربي بصفة عامة الى جانب عائلات المعتقلين، واللي هي اساسا من اجل المطالبة باطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراكات الشعبية وفي مقدمتها حراك الريف. نحن نقول مرة أخرى أن الجواب اللي خصها تقدمه الدولة خصو يكون جواب حقوقي، جواب اقتصادي اجتماعي على قضايا المغاربة وعلى قضايا اللي كتهمنا جميعا، وما يكونش المقاربة الأمنية والجواب الأمني، أي أن السياسة الأمنية لم تكن في تاريخ الشعوب بصفة عامة جواب على القضايا اللي كتطرح. المغرب اليوم كيعيش حالة انحباس في كل القطاعات، في كل المجالات، يجب إيجاد الأجوبة السياسية واقتصادية والاجتماعية الحقيقية لهذه الحالة الانحباس بإشراك كل قوى ديال المجتمع من خلال فتح حوار وطني حول القضايا الأساسية للشعب المغربي. والبداية ديال هادشي كامل هو خلق انفراج سياسي بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراك. وهذه المسيرة هي للتعبير عن تنديدنا بالأحكام الجائرة التي صدرت في حق معتقلي الريف مؤخرا، وللمطالبة بإطلاق سراحهم وكافة المعتقلين السياسيين، وتلبية مطالب الريف المشروعة التي عبر عنها حراك الريف، وأيضا من أجل أن نقول كفى من القمع والتضييق والمحاكمات والاعتقالات التي تمس المناضلين وتمس أيضا العديد من المنظمات السياسية والنقابية والجمعوية. المسيرة هي استفتاء شعبي، تعبير عن إرادة الشعب في الحرية، الحرية للشعب كله، الحرية للريفيين، إطلاق سراح المعتقلين، فتح المجال للريفيين ليتظاهروا ويعتصموا ويقدموا مطالبهم في الريف، رفع المنع عنهم، رفع الحصار، إطلاق سراح المعتقلين، النزول إلى الشارع ضد القمع، ضد مصادرة الحريات، ضد مصادرة الحريات. نزلنا لينزل الجميع، لنبرهن على أننا لا يفرقنا الدين ولا تفرقنا الأنساب ولا يوحدنا غير إرادة الشعب. نريد وحدة شعبية، وحدة أخوية، لا خلاف بيننا في الدين ولا في العرق. أنا اليوم في هذه المظاهرة الشعبية الحاشدة من أجل إطلاق سراح الحريات أولا، وإطلاق سراح كل معتقلي الرأي وكل الصحفيين المعتقلين، إذن إطلاق سراح ناصر الزفزافي لكي يجسد إرادة الحرية الشعب المغربي، من أجل إطلاق صلاح المهداوي، من أجل إطلاق صلاح البلاط بوعجرين وكل معتقلي الرأي المغاربة، وأن نرجع إلى حريات أوسع وأن نسير من جديد في اتجاه الديمقراطية. احنا في هذه المسيرة اليوم من أجل مواصلة المعركة ديالنا، من أجل إطلاق سراح كافة معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين. منذ إصدار ذلك الحكم الجائر ونحن ننزل إلى الشارع، خرجنا في تظاهرات في جميع المدن، وخرجنا في مسيرة الدار البيضاء ليوم الأحد الماضي، ونخرج اليوم في هذه المسيرة، وسنستمر في الخروج إلى أن يتم الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين. ورسالتنا هو أنه هذه الأحكام هي أحكام جائرة، وليست أحكام فقط ضد معتقلي حراك الحسيمة، ولكنها أحكام ضد الشعب المغربي
لترهيب الشعب المغربي حتى لا يواصل مسيرته من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة. اليوم في الرباط كانت هذه المسيرة الوطنية اللي جمعت مختلف الحساسيات السياسية النقابية الجمعوية من أجل تنديد بالأحكام القاسية جدا ضد مناضلي معتقلي الحراك الريفي، وكذلك من أجل مطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين. العالم أجمع أن زعما الحراك الريفي منذ بدايته كان حراك سلمي بمطالب واضحة مشروعة، ولكن يعني هذه الأحكام أحكام جات جائرة، وهذا الشيء اللي خرج المغاربة في مختلف مناطق المغرب. وأعتقد أن درجة الاحتقان ممكن تزيد في الشارع طالما أن شباب الحراك الريفي مازالين في السجون. إذن أعتقد أن الحل وهو من أجل الانفراج أنه يجب الإطلاق سراح جميع معتقلي الحراك الريفي، ويعني طي هذا الملف هذا.